تشوف البلد رايحة وين، مين مش شايف هام المراية، مين شادها شمال مين يمين، وطن عوطر من تاني. شوف البلد رايحة وين، مين مش شايف هبل مراية، مين شادها شمال مين يمين، وطن عوطر من تاني. مين تعب هالبلد زي سيارة بالطلوع، بدها دفع ما في دفع للبنزين، هو فوق نظرة الشاب بالعكس بس شايف الفيزون. الكوميديا عندي رسالة مش موضع التلفزيون. اختلفت البلدان بسبب دولة لسه بتلعب، العرب صاروا اثنين هي بتدفع ولا تتعب. مفلس او ماي جاد ايش بفقع المرارة، السيجارة عنا بشكل تخيل يلعن هابا. شوف البلد رايحة وين، مين مش شايف هبل مراية، مين شادها شمال مين يمين، وطن عوطر من تاني. سيداتي أنساتي سادتي، أهلا وسهلا فيكم في أضخم مسابقة في الوطن العربي، مسابقة أتعس عربي. كل المسابقات اللي بتشوفوها على شاشات الفضائيات العربية راح أحطها في جيبتي الصغيرة، لا أرب جوت تالنت ولا سوبر ستار، بس أتعس عربي. زي ما أنتوا شايفين المتسابقين عمالهم بيشاركوا معنا في هاي المسابقة من جميع أنحاء الوطن العربي، بالمئات بالألوف بالملايين. تابعوا معنا المسابقة الأولى من نوعها في الوطن العربي، أتعس عربي. سيداتي أنساتي سادتي، زي ما أنتوا شايفين المتسابقين عمالهم يتوافدوا علينا من جميع أنحاء الوطن العربي، وهلا في عنا متسابق جديد. يبدو أن المتسابق الجديد وصل المتسابق الجديد. أهلا وسهلا بالمتسابقين، مرحب فيكم في برنامج أتعس عربي. من سوريا. من المتسابق من وين؟ من سوريا. إيه ممكن بس نتعرف على الاسم الكريم؟ ايش في ولا نفس الزلمة بتحكي نتعرف عليه؟ شربوا كحول قصديوز. اطلع من سوريا من زحتر، اسحب. يبدو أن المتسابق وصل وراح يكون هذا المتسابق من المتسابقين الأشداء. تابعوا معنا المسابقة أتعس عربي. مئات المتسابقين عمالهم بتوافدوا للمشاركة في المسابقة، وزي ما أنتم شايفين في عنا متسابق جديد. تابعوا معنا. أهلا وسهلا فيكم في المسابقة، ممكن نتعرف على المتسابق الجديد؟ عمر مسلمة. ولك عمر مسلمة، أنا بعرفك أنت رايح جاي، بعرفك رايح جاي. بقول لك المتسابق الجديد، ممكن نتعرف على المتسابق الجديد؟ من منمار. هاي المسابقة قلت لك مليون مرة، هذه للوطن العربي، هذه مش من الوطن العربي. نايل مسخمطة مسلمة يا زلمة. بقول لك للوطن العربي، زيح بلا شريحك أنا هلا. طيب ماشي، اتحرك من هون. ماشي. This magazine program, this program it's for Arab. You Muslim but not Arab. You بحط I put you in the head of the طلعة وبتخديها ماشي بتسحبيها. مش معجبك؟ ما بكفي ماني جايبك طلب. مش دافع طلب، دافع يدوب $100. اشتغلي. هاي خلصت بنزين منيح. يا لطيف من وجهك. احنا منمار وفلسطين نفس الوضع، على العرض ما شو مسخمطين. نسلم عليكم. ايدك عن الريموت كنترول، لا تغير ولا تحتار، بس تبع معنا المسابقة الأولى من نوعها، أتعس عربي. أهلا وسهلا فيكم في برنامج أتعس عربي. بدون لف ودوران وكتر حكي، أتعس واحد فيكم هو اللي بيفوز معانا اليوم. البرنامج مقسوم لقسمين، القسم الأول هو الأسئلة المباشرة وتأكيد الكمبيوتر على إجاباتكم الصحيحة،
والقسم الثاني هو تصويت الجمهور، اللي الجمهور بياخذ بصوت له اكثر وبيجيب اصوات اعلى هو الفائز. الجائزه عباره عن $1,000,000، سياره اوتو بيانكي، ولجوء سياسي على السويد. طبعا بسبب كتر طلبات المشاركه اللي وصلتنا لهذا البرنامج، 80,000,000 طلب مشاركه من الوطن العربي للمشاركه في اضخم انتاج لأتعس عربي. صعب الاستوديو يستوعب 80,000,000 عربي، وصعب يستوعب الوطن العربي. الكمبيوتر اختاركم انتو بشكل عشوائي لنشوف مين أتعس عربي في موسمه الاول. تفضلوا عرفوا عن نفسكم للجمهور. اخوكم محمود من مصر ام الدنيا. حكينا بلا كتر حكي، لا ام الدنيا ولا اختها. علي من فلسطين، قضية العرب الاولى والاخيرة. تتفلسفش؟ كل واحد فيكم بيحكي اسمه وبلده ونقطة. اخوكم صقر من الاردن اولا. هذا صقر؟ هذا زغلول. ضب على ما عندك. اقول لا تقول ولا تغيره، انطم. اخوكم نمر بن جدعان، حنا عنا النفط والغاز وعنا كاس العالم سنة 2000 وشوية. بتحب تضيف اشي اخ نمر؟ تسلمي. بس المرحوم من وين؟ انت اكثر واحد بعرف من وين اخ نمر. خلينا نبدأ المسابقة. تركيز، التزام، انضباط وجدية. السؤال الاول، اغلى جرة غاز في الوطن العربي مقارنة بدخل الفرد. خلينا نشوف الكمبيوتر شو بيحكي. نقطتين لصقر من الاردن هو الاجابة الصحيحة. حبيبي يا صقر هات عبطل، مالك يا راجل. التزام. السؤال اللي بعده، اطول مفاوضات في التاريخ لسه ما خلصتش ولا بدها تخلص ولا حابة تخلص ولا جابت اي نتائج، لا مع كيري ولا مع لافاشكيري. صحيح، نقطتين لعلي الفلسطيني هو الاجابة الصحيحة. حنا عنا النفط وعنا الغاز وعنا كاس العالم سنة 2000 وشوية، واكيد عرفتوا عن مين قصدي. السؤال الثالث، المرحوم معطيها على الاخر. السؤال الثالث، ثورة ودخلت في الحيط وشافت الديك أرنب. الكمبيوتر أعطانا الإجابة الصحيحة ونقطتين لمحمود المصري. أيوة يا فندم. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، انضباط. حنا عنا النفط وعنا الغاز وعنا كأس العالم في سنة 2000 وشوي، وأكيد الكل عرفنا. حنا عرفنا أنت من وين، والجمهور صار عارف أنت من وين، ويعني ما بدهاش يعني كتر ذكاء، عارفين وبلاد حنت بلادك بتبدأ في حرف القاء، وعندكم محطة إعلامية مسوي العرب عربين. مش مزبوط، مش مزبوط كلامك، يمكن قاف قلقيلية. لا يا أخوي، تاني حرف طاء منيح. وراء الثالث شو صاران؟ كل كبروا الصيام. الله الأردن، الله الأردنيين معهم انضباط. عنهم بضحكوش بس خفاف دم، كيف بصير بعرفش؟ الشعب بيشتغل وبحرث زي الحمار وبقبضش. أستاذ نمر، أنت متأكد إنك ضغطت على الزر؟ أنا قلت بلعب فيه. خلينا نشوف الكمبيوتر بيأكد علي أني الإجابة الصحيحة فيكم. أولا الكمبيوتر أعطانا الإجابة الصحيحة لعلي الفلسطيني، بتصير يا علي عندك 4 نقاط. مش مزبوط هالحكي، مش مزبوط هذا الحكي. اسمع صقر، هلا أنتوا في الأردن ما بتقبضوا؟ طبعا تقبض آخر الشهر يا عمي. هسا احنا بنقبض، مش بنقبضش يعني، بس بنشوفش الفلوس، بنشوفش العملة. صقر، كل اخر شهر بنزل على حسابك انت يعني معاش بوصل للسما 150 دينار. ايوه بتشوف العملة وبتمسكها ولا لا؟ هسا انت حكيتي بنزل، ها بنزل على البنك، يعني بنشوفهاش، يعني بنمسكهاش، يعني بنحسهاش. الكمبيوتر اعطاها للفلسطيني، معناها اعطاها للفلسطيني. خلاص يعني. الفلسطيني كمان نقطة، لا بشوفها للعملة صح ولا بحسها. أيوة. ولا بصل البنك. أيوة. من أصله.
أيوة سلم ثمك يا ولي سلم ثمك. السؤال اللي بعده، إذا أنت كنت الرابح وربحت المليون دولار والأوتو بيانكي واللجوء السياسي على السويد، شو بدك تعمل بالمليون والسيارة واللجوء؟ أنا من ناحيتي متنازل عن المليون دولار، لأنه بعد خصم المصدر والضريبة والعشرة في المية وال مش راح يخلوا لي لغير 100 دولار، فأنا بتنازل عن المليون دولار. أنا كل اللي بدي إياه وبحلم فيه هي السيارة واللجوء السياسي على السويد. أنا أستاذ محمود، عندي سؤال صغير قبل ما أجاوب. تفضل. في إخوان في السويد؟ والله بخلاش الأمر، في ناس شغال منيح على الموضوع. إن كان هنا إخوان وهناك إخوان دي ما فرقتش. أنا ادوني المليون جنيه أو المليون دولار والسيارة وبتبرع أنا باللجوء للأخ خسار. حلو، تفضل أستاذ سقر. سؤال صغير. تفضل. هسا المليون دولار كم قرش بيعملوا؟ أحا نحكي لك مليون دولار تقول لي كم قرش؟ كم قرش؟ المليون دولار بيسوي 10 مليون قرش. منيح؟ ممتاز كثير، ممتاز ممتاز. أنا بتعطوني الملايين هاي القروش وبتعطوني الأوتو بيانكي ومسامحكم باللجوء. أنا بحب الأردن والأردن أولاً وبحب أضل فيها. حلو كتير، ننتقل للسؤال اللي بعده. حنا عنا النفط وعنا كأس العالم وعنا الغاز فيه وعنا شغلات كثير، وإحنا اللي مخربين الوطن العربي. قلت لنا إياها وبنعرفها أستاذ. شكراً. يعني هذا السؤال إيش؟ هذا السؤال أستاذ نمر أنت أكبر بكتير من هيك سؤال، عشان هيك ما سألناك شي إياه. يعني آخر سؤال وطلب قبل ما نفتح التصويت للجمهور، هو كل واحد فيكم لازم يهدينا أغنية، يعمل لنا فقرة بيهديها لبلده بيعبر فيها عن الوضع في بلده، وأفضل فقرة رح تاخد أكثر نقاط وتجميع النقاط في صالح الفائز. خلينا نبدأ مع محمود من مصر. غلطة ندمن عليها وبقولك واسمعيها، غلطة وندمان عليها وبقولك واسمعيها. خلص خلص خلص، غلطة اللي جبناك أصلا خلص وصلت، لا بتعرف تمسك إيقاع ولا تمسك غيره. كل مسكت سهم قبل ما تغني. أستاذ علي تفضل. تيجي نقسم البلد أنا نص وإنت نص، تيجي نكتب عالشجر فصل الحزبين وبس. يلا شباب نقسم البلد انا نص وانت نص، تيجي نقسم عالشجر حزبين فصلين وبس. ابدعت يا علي ابدعت، ونقاطك طالعه 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 يا علي ولولح فيها. انتصرنا. التزام يا الراتب لو تشوف شيب غزة شعراتي والراتب شايبا. يا الراتب لو تشوف شيب غزة شعراتي والراتب شايبا. يا الراتب لو تشوف شيب غزة شعراتي يا الراتب شايبا. أبدعت أبدعت أستاذ نمر، في شو بتحب تطربنا؟ يا بعد عمري وعدتيني نلتقي في المول في الهارديز، حلقتيلي وروحتي على ستاربكس، مسجتلك على البلوتوث وقلتلك نطلع لفة يا بعد عمري في الهمر، قلتيلي همر not my style. حلو. الله حلو. مع المرحوم يا بعد عمري يا بعد عمري، ويش اللي جرالك؟ غرديلي على تويتر، سويلي بلوك على الفيس، قلتلك واتساب ودقيتلك على الفايبر. أدق 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 بيزي بيزي بيزي. وش غير أحوالك؟ وش غير أحوالك يا بعد عيني؟ جالكسيكي لا يأخذ ولا يعطي، جالكسي قلبي صار أو أوف سيرفيس. حلو. ما عاد له نبض ونظل الوضع هيك، يريدونه فرمات وعملية جالكسي مفتوح. آخ يا بعد عمري ترى ما أريد من هالحياة غير بوك واحدة منك. بوك
بكيني بكيني بكيني. حلو حلو حلو. وحد الله يا زلمة، وحد الله وحد الله. بكيني نمر. نطقت فأبدعت فآلمت فأوجعت القلب. فأبدعت يا نمر، أبدعت. أعزائي المشاهدين، نراكم بعد الفاصل في النتائج النهائية لحلقة أتعس عربي، ونود الإشارة إلى أنه بيبدأ التصويت منذ هذه اللحظة، ونعلن عن النتائج النهائية للتصويت بعد الفاصل، انتظرونا. إحنا حابين نعرف أنت مين بترشح أتعس عربي بالبرنامج؟ علي الفلسطيني، وبس أنا بدي علي الفلسطيني يفوز. شكراً. علي الفلسطيني رقم واحد وبس. صقر الأردني طقع. بصراحة نمر بن جدعان وبس، هو رقم واحد يعني مفيش منافس. يما يوم أحكانها بوكيني بوكيني بوكتيني قتلني، قطع قلبي دبحني صراحة. بس نمر. أنا برأيي محمود من مصر أتعس عربي بلا منافس. نمر نمر نمر، يعني نو واي حدا تاني. وياريت والله تنزلولي القصيدة تبعته على السي دي، وكتير ضايقت لما ما لقى القصيدة على التويتر. وصلنا للحسم، اليوم رح تطلع نتيجة تصويت الجمهور وتصويت الكمبيوتر بناء على إجاباتكم للفائز معانا في برنامج أتعس عربي. خلينا نفتح المغلف، رح نعرف من خلال هذا الظرف مين أتعس عربي لهذا العام. والفائز معانا في أتعس عربي أخونا أخونا وحبيبنا واللي صوت له الجمهور، نمر بن جدعان من الخليج العربي. وحدي الله يا شيخة. ايه ازاي كل هالقد كيف صوتوا له هيك؟ شو هي اللي كل هالقد؟ القاف. قطري حبيبي الاخ الاصغر، يوم ورا يوم امواله بتكبر واستثماراته مالية حياته. قطري بيحكم وبيتفشخر، قطري 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 يا غلى الناس عندي. أنا خد لك المرحوم صار يحكي. شوف البلد رايحة وين، من الشايف هم المراية، من شدها شمال من يمين، وطن عواطر من تاني. شوف البلد رايحة وين، من الشايف هبل مراية، من شدها شمال من يمين، وطن عواطر من تاني. من تعب حل البلد زي سيارة بالطلوع، بدها دفع ما في دفع للبنزين، هو فوق نظرة الشاب بالعكس، بس شايف الفيزون. الكوميديا عن رسالة مش موضع التلفزيون. اختلفت البلدان بسبب دولة لسه بتلعب، العرب صاروا اثنين هي بتدفع بلا تتعب. مفلس او ماي جاد ايش بفقع المرارة، السيجارة عنا بشكل تخيل يلعن هاضة. شوف البلد رايحة وين، من الشايف هبل مراية، من شدها شمال من يمين، وطن عواطر من تاني.